عودة للتطورات في اليمن، ففي خبر عاجل قالت مصادر محلية في صعدة للجزيرة أن الحوثيين قتلوا نجل الشيخ يحيى الحجوري رئيس مركز الحديث في دماج بصعدة شمال اليمن. وأوضحت المصادر أن الحوثيين قصفوا المنطقة أثناء تواجد لجنة الوساطة والمراقبين المكلفين بتثبيت وقف إطلاق النار. في غضون ذلك تجددت الاشتباكات في دماج في محافظة صعدة شمالي اليمن بقوة بعد تقدم الحوثيين لاحتلال مواقع في ظل وجود اللجنة الرئاسية بدماج التي سارعت للخروج من البلدة. وقالت مصادر محلية بدماج إن الحوثيين تقدموا إلى بعض المواقع وسقط قتلى وجرحى في صفوف مسلحي القبائل جراء تقدمهم بالقرب من المدرسة جهة المسادير. وينضم إلينا من صنعاء مدير مكتب الجزيرة سعيد ثابت. سعيد، أطلعنا على المعلومات المتوفرة لديك حول مقتل نجل الشيخ يحيى الحجوري. قبل مقتل نجل الشيخ الحجوري أحب أن أنقل خبر عاجل أيضا عن مقتل عقيد قبل دقائق، ضابط في كلية الشرطة في العاصمة صنعاء هنا في منطقة الصافية اغتيل على يد مسلحين في دراجة نارية، وهو مدرب يبدو في كلية الشرطة هذا العقيد. أيضا قبل ثواني وصلتنا معلومات عن اشتباكات تجري في منطقة المعاشيق في مدينة التواهي في عدن. حسب المصادر المتاحة لنا أن هناك نوع من التمرد لبعض العسكريين الذين رفضوا قرار نقلهم من منطقة المعاشيق وهي فيها مجمع قصور رئاسية وغيرها إلى أماكن أخرى، ورفضوا هذا القرار النقل وحدث نوع من الاشتباكات. لا زالت إطلاق النار تسمع في هذه المنطقة، عفوا في منطقة المعاشيق في عدن، أنا لم أقصد تواي. هذه أهم مستجدين، مقتل عقيد في كلية الشرطة وإطلاق نار في منطقة المعاشيق في عدن. بالنسبة للحجوري وتجدد الاشتباكات في الدماج، يبدو أن الوضع انفجر بعد مقتل ابن زعيم أو رئيس أو إمام دار الحديث في منطقة دماج، وأثناء وجود اللجنة الرئاسية. يبدو أن هو نوع من يعبر هذا عن هشاشة الهدنة التي تقوم بها اللجنة الرئاسية، ولا زالت هناك محاولات لاحتواء هذا الموقف المتفجر في منطقة دماج. وهناك أيضا مؤشرات أن مساعي كبيرة تبذل لاحتواء الموقف وتهدئة الأطراف ووقف إطلاق النار والعودة إلى الآلية التنفيذية التي أطلقها الرئيس لوقف إطلاق النار في منطقة دماج. أيضا تابعنا اليوم مقتل خبير روسي وإصابة آخر في العاصمة صنعاء أثناء انتظارهم الحافلة التي تقلهم إلى مكان عملهم حيث يدربان أفراد الحماية الرئاسية اللواء الثالث، ولم تتبنى أي جهة مصرع أو مقتل هذا الخبير الروسي، بينما الآخر هو لا زال في العناية المركزة ويبدو أن حالته حرجة جدا. هذه مجمل الأوضاع. واضح أن هذه تصاعد الأحداث الآن مع اقتراب انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الذي سيناقش تقرير الحالة اليمنية.